أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول السائل: ما الفرق بين الشرك الأصغر والشرك الأكبر؟ وجزاكم الله خيرا. الشرك الأكبر يخرج من الملة وينافي الإيمان، ويكون صاحبه خالدا مخلدا في النار. أما الشرك الأصغر فلا يخرج من الملة ولا ينافي أصل الإيمان، وإنما ينافي كمال الإيمان، ينافي كمال الإيمان، ينقص الإيمان. صاحبه لا يخلد في النار، لا يخلد في النار. نعم.